سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة التامة. ازيك يا خالتي صوفيا؟ اهلا وسهلا. شايفه ان شاء الله كويسه؟ الحمد لله. ازيكم انتوا؟ تمام. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. في المره اللي فاتت يا جماعه قلنا انه سيدنا عيسى عليه السلام في طوافه مع حيرانه عمل معجزه واحيا الشاب الميت باذن الله. ايوه. وخطف في الناس وشرح لحيرانه الامثال اللي تكلم بها. ايوه. اها. وبعد ما خلص كلامه ده بعض الناس قالوا ليه: يا سيدنا، أمك وأخوانك واقفين برا وعايزين يقابلوك. يا جماعة طبعا الناس بلغوا سيدنا عيسى بالكلام ده لأنه أمه وأخوانه لما جوا ما قدروا يوصلوه عشان الزحمة كانت شديدة. لكن سيدنا عيسى عشان يؤكد إنه طاعة الله أهم من أي شيء حتى صلة القرابة جاوبهم وقال ليهم: أمي وأخواني هم اللي بيسمعوا كلام الله ويعملوا به زيكم. وفي مرة سيدنا عيسى قال لحيرانه: يلاكم نعبر البحيرة ونمشي للشاطئ الثاني. وهو حيرانه ركبوا المركب وتحركوا. بعد شوية سيدنا عيسى نام. وفي أثناء ما هم متحركين هبت ريح شديدة على البحيرة والموج بقى عالي والموية بدأت تدخل في المركب والوضع بقى خطر. عشان كده مشوا صحوا سيدنا عيسى وقالوا ليه: يا سيدنا الحقنا يا سيدنا، الحقنا يا سيدنا، نحن بنغرق، نحن حنغرق الحقنا يا سيدنا، حنغرق الحقنا. وسيدنا عيسى عليه السلام قام ووقف الرياح والأمواج الهائلة والجو بقى هادي. وبعد ذاك سأل حيرانه باستنكار: وينو إيمانكم وصغاتكم بالله؟ وحيرانه كانوا خايفين ومحتارين وسألوا بعض وقالوا: دمنو ده لحتى الريح والموج بيطيعوا لما يامرهم. وبعد ذاك وصلوا سيرهم لغاية ما وصلوا بلاد جراسين كانت قصات منطقة الجليل بالشرق. ولما سيدنا عيسى نزل من المركب لقاه في الشاطئ راجل متلبساه شواطين وكان عريان وما لابس أي ملابس من زمن طويل وما كان ساكن في بيت لكن كان بيسكن في المقابر. والأرواح دي كانت بتتلبسه لغاية ما كان الناس يكتفوه ويقيدوه بالسلاسل عشان يحبسوه. ومع كده كان بيكسر القيد ويطلع الخلا. وسيدنا عيسى أمر الأرواح الشيطانية إنها تطلع من الراجل ده. والراجل ده عاين لسيدنا عيسى والأرواح الشيطانية خلته يقع قدامه ويكور بأعلى صوته ويقول: مالك علي يا عيسى يا مختار الله العلي وحبيب الفريد؟ أرجوك ما تعذبني. أنت اسمك منو؟ أنا اسمي ماليشيا. الراجل ده يا جماعة قال كده لأنه كان ملموس ومسكون بأرواح شواطين كثيرة. والشواطين اللي كانوا متلبسينه لما عرفوا إنه سيدنا عيسى حيطردهم اتوسلوا ليه إنه ما يرميهم في الهاوية وإنه يخليهم يدخلوا في القطيع الكبير بتاع الخنازير اللي كان بيرعى في الجبل جنب البحيرة. وسيدنا عيسى سمح ليهم والشواطين طلعوا من الراجل ده ودخلوا في الخنازير. وقطيع الخنازير كله هاج وجري من فوق الجبل ووقع في البحيرة وغرق. أيوة. والرعاة لما شافوا الحصل ده شردوا وحكوا القصة دي في القرية والحلال المجاور ليها. والناس طلعوا عشان يشوفوا الحصل وجل سيدنا عيسى. ولما لقوا الراجل المرقت منه الشواطين قاعد قدام سيدنا عيسى ولابس ملابسه وعقله سليم خافوا. لكن الناس شافوا الحصل وروهم القصة
وكيف إنه الراجل اللي كان ملموس بالشواطين شفه وبقى نصيحي. وعشان الموضوع ده أهالي منطقة الجراسين طلبوا من سيدنا عيسى إنه يرحل من بلدهم بسرعة لأنهم كانوا خايفين جدا. وفعلا سيدنا عيسى قرر إنه يركب المركب ويرجع، والراجل طلعت منه الشواطين اترجاه عشان يخليه يمشي معاه، لكن سيدنا عيسى رفض وقال له لا لا لا، انت قوم وارجع لبيتك وكلم الناس بالسواه لك الله. والراجل فعلا نشر للناس في كل البلد خبر شفاه العمل الله له بواسطة سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى لما رجع لمنطقة الجليل كل الناس رحبوا به بشدة لأنهم كانوا منتظرينه. وهناك جليه واحد اسمه يايروس، ويايروس ده كان واحد من المسؤولين في بيت عبادة اليهود. وقام جل سيدنا عيسى وترمى قدامه وترجاه إنه يمشي معاه لبيته، لأنه كان عنده بيت عمره حوالي 12 سنة قربت تموت. ولما سيدنا عيسى كان ماشي معاه كانت زحمة الناس عليه شديدة جدا، وكان من بين الحاضرين في مرة عندها نزيف من 12 سنة، والمرة دي صرفت كل ما عندها على الدكاترة لكن برضو ما شفت. عشان كده جاءت دور سيدنا عيسى ولمست طرف قفطانه، وفي نفس اللحظة النزيف بتاعه وقف. وسيدنا عيسى قال يا جماعة اللي مسني دمه، والناس كلهم نكروا. وبطرس قال له يا سيدنا الناس مضايقينك وعاملين زحمة شديدة حولك. لا في زول اللي مسنوه قاصد، لأني شعرت إنه في قوة طلعت مني. والمرة لما عرفت إنه سيدنا عيسى علم بأمره جات ترجف وقعد قدام رجله واحترفت قدام كل الناس إنها ليلة مسته، وكيف إنها طوالي بعد ذاك شفت. وسيدنا عيسى قال لها يا مبروكة، هاي إيمانك بالله شفاك بواسطتي، سيري في أمان الله. الحمد لله، شكرا جزيلا، شكرا يا رب. وفي أثناء كلامه معاها جاء واحد من بيت يايروس وقال لي يايروس يا شيخ بنتك ماتت، عشان كده ما في داعي تدعي بسيدنا. لكن سيدنا عيسى عليه السلام لما سمع الخبر ده قال لي أبوها ما تخاف ما تخاف يا يايروس، بس أنت آمن وبنتك حتكون كويسة. ولما وصل لبيت يايروس لقى الناس كلهم بيبكوا وينوحوا على البيت، لكن سيدنا عيسى قال لهم يا جماعة يا جماعة يا جماعة ما تبكوا عليها، ما تبكوا، عاد بدي ما ماتت، هي بس نايمة. وطبعا الناس كلهم استنكروا الكلام ده لأنهم كانوا عارفين إنه البيت ماتت. بعد ذاك سيدنا عيسى دخل للبيت وما خلى أي زول يدخل معاه غير بطرس ويعقوب ويوحنا وأبو البيت وأمها. ولما شاف البيت مسك من يدها وقال ليها قوم يا فالحة، وفي نفس اللحظة البيت حيت وقامت. وسيدنا عيسى عليه السلام قال لي أهلها أها بعد ده أدوها حاجة تأكلها. وأمها وأبوها اتعجبوا جدا من المعجزة دي، لكن سيدنا عيسى قال ليهم يا إخواننا ما تكلموا أي زول بالحصلة. وفي مرة سيدنا عيسى جمع حيرانه الاثناشر وأداهم تفويض بأنهم يطردوا الأرواح الشيطانية من الناس ويشفوهم من الأمراض بقدرة الله، ورسلوا من القرى عشان يعلن قيام المملكة الموعودة ويشفوا المرضى هناك. ووصاهم وقال ليهم يلا توكل على الله وما تاخذوا معاكم أي حاجة للطريق، لا عكاز ولا عفش، لا زوادة ولا قروش، ولا حتى غيار زيادة. ولما تصلوا أي بلد وتكونوا ضيوف في بيت من البيوت أقعدوا في البيت ده لغاية ما ترحلوا، وإذا ما في زول في البلد ديك رحب بيكم
وقبل رسالتكم أمشوا منها وانفضوا عجاجة من رجليكم، وده حيكون دليل على إنه ناس البلد دي ضالين. وبعد ما سيدنا عيسى قال الكلام ده، حيران المبعوثين الاثناشر طلعوا فضلوا ماشيين في القرى والحلال يبلغوا الرسالة ويشفوا المرضى. والمبعوثين الاثناشر ديل لما رجعوا كلموا سيدنا عيسى بكل اللي عملوه. وهيرودس الثاني حاكم منطقة الجليل لما سمع بكل الأمور العجيبة اللي حصلت دي احتار جدا، لأنه سمع بعض الناس كانوا بيقولوا يحيى حي تاني وقام من قبره، وبعضهم قالوا النبي الياس ظهر مرة تانية بعد مئات السنين من غيابه، ومجموعة ثالثة قالت ده النبي من الأنبياء الزمان انبعث من القبر تاني. وهيرودس قال يحيى أنا قطعت راسه، طيب دمر أنا بسمع بأمور عجيبة دي. عشان كده هيرودس كان عايز يشوف ويعرف الزول اللي بيعمل الحاجات العجيبة دي منه. هيا جماعة، بعد ما المبعوثين اللي 12 رجعوا، سيدنا عيسى ساقهم بعيد من الناس ومشوا كلهم مع بعض باتجاه بلد اسمها بيت صيدا. ولكن مع كده كثير من الناس عرفوا وتبعوه، وسيدنا عيسى رحب بهم وكلمهم عن المملكة الموعودة وشفى المرضى منهم. وعدد الناس كان بيزيد لدرجة إنه قبل المغرب كان عدد الرجال 5,000، ده كمان بالإضافة للنسوان والأطفال. يلا خلاص اسمحوا لي يا شباب أقف هنا. ما قادرة خلاص، الله يخليك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.